للتعليق على خفض أسعار النفط عالمياً وأثره على العراق البلد الريعي الذي يعتمد على موارد النفط كمورد الرئيس في دخله القومي، تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي. دكتورة هدى، السلام عليكم. لنبدأ من وكالة فرانس بريس، ولكن قبل أن نبدأ، ما يهمنا هنا في قناة الرافدين أصلاً هو مدى تأثر المواطن العراقي بانخفاض أسعار النفط. وكالة فرانس بريس دكتورة تقول إن انهيار النفط سيكلف العراق المنهك ثلثي دخله الصافي خاصة في العام الحالي، هل سيؤثر هذا الانخفاض على المستوى المعيشي للفرد العراقي دكتورة؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى السادة المشاهدين. في الحقيقة يعني بالتأكيد ما ذكرتموه في تقريركم هو صحيح، وبالتالي راح تكون العملية التأثير بالشكل التالي. يعني كما هو معروف أنه يعني إحنا تقريبا مثلا في أيلول 2019 كان إيرادات البترول النفط 6 مليارات دولار. الآن إذا بحالة الانخفاض راح ينخفض، لو حسبناه تحت سعر 20 دولار وإحنا نصدر 3,800,000، يعني معناته راح يكون رصيدنا الشهري، إيرادنا الشهري مليارين و280 مليون دولار، يعني هالمليارين وربع خلينا نقول تقريبا اللي حنحصل عليها. نعم. بالمقارنه مع 6 مليارات فبالتاكيد هو اكو هناك عجز 4 مليارات. طيب. ايضا انتم ذكرتم هذا في تقريركم، وبالتالي ايضا يعني يجب ان نفكر في الجانب اللي سالت فيه حضرتك استاذ محمد اللي نعم. هو رواتب الموظفين والحاله المعيشيه وهو المهم في هذا الامر. طيب. يعني كما صرح وزير الماليه قبل ايام وحسب تصريحه هذه الارقام اللي هو ذكرها السيد الوزير الماليه كانت طبعا بالدينار العراقي، فقط احولها الى الدولار حتى تكون شويه واضحه الشغله. طيب. اشار الى انه 33.5 مليار دولار هي رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصه، و16 مليار و700 مليون هي دولار 16 مليار و700 مليون دولار هي رواتب الموظفين ل 5 مليون موظف. اذا احنا ما بين هذين الرقمين اللي هو سواء 16 او سواء 33، نحن امام رقم جدا كبير في هذه الموازنه، واحنا اساسا هذه الموازنه 2020 يعني الى حد يومنا هذا لم تقر، وبالتالي يعني يجب ان نفكر من اين سنحصل على هذه الايرادات. اذا احنا حوالي 50 مليار دولار لازم نعطي رواتب في حقيقه الامر، لو بقي طيب. سعر النفط على 20. نعم طيب. نعم. دكتوره هنا انا نعم. لست يعني متخصصا في مساله الاقتصاد، يعني نعم. مثلا على سبيل المثال عضو اللجنه الماليه في البرلمان احمد الجبوري يؤكد أن الأمر سيصل إلى مرحلة الكارثة إذا ما وصل سعر برميل النفط إلى 20 دولار. طيب إذا ما بقي سعر النفط 30 دولار، هل هناك تأثير على المواطن العراقي؟ نعم، هو في الحالتين سواء كان 20 دولار او سواء كان 30 دولار، لان احنا كما نعرف ان النفط من هذا يعني ايضا لا نريد ان ندخل بهذه التفاصيل سبق واشرت اليها اللي هي 8 دولار جوله التراخيص. نعم. يعني تنقطع منها، وبالتالي احنا نبيع اقل من برنت حوالي اكثر من 3 دولارات الى اخره. اذا احنا صفيناها سواء كان 20 دولار احنا راح نحصل سنويا 27 مليار دولار. طيب. سنويا اذا حتى لو احنا يعني اذا انخفض النفط اكثر وهنالك رؤيه انه قد يصل الى 10 دولار، وبالتالي ستكون يعني ايرادات الموازنه العراقيه 13 مليار دولار، كيف لك ان تحقق او ان تستطيع ان تعوض الرواتب اللي هي قدرها 50 مليار دولار؟ يعني لا يمكن، ولا يوجد لديك موارد اقتصادية ومالية أخرى، ولا يوجد لدى الحكومة العراقية شيء ما يسمى بالاستدامة المالية، أي يجب التفكير بالحصول على إيرادات معتمدة غير هذا هو النفط الذي نعتمد إحنا عليه. طيب دكتورة، أنت تعرفين بأنه العراق يعني لا يصدر أي شيء، أنت ذكرتي بأنه دخل العراق من النفط بعد أن كان 6 مليارات شهريا الآن أصبح 200 أو مليارين و280 مليون دولار شهريا، لكن هنا باعتقادكم ومع وجود يعني أو لا وجود لعمليات التصدير في العراق، العراق يعتمد على موارد النفط في دخله الريعي، باعتقادكم
كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة؟ كيف يمكن توفير رواتب الموظفين؟ كيف يمكن يعني معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها العراق الآن؟ نعم، يعني لا أخفيك سر، احنا في مشكلة جدا كبيرة، وبالتالي أيضا أنا أشرت إليها في السابق، والآن بدأت المشكلة تتضح أكثر وأكثر، لأن خلي أوضحها. يعني نحن أمام هاوية اقتصادية، وهذه الهاوية التي البعض يسهل منها ويقول أننا نستطيع أن ندفع الرواتب وبالتالي لا يوجد لدينا مشكلة، لا، لدينا مشكلة، وإذا بقي هذا الوضع على هذا الحال لدينا مشكلة، ولا نستطيع أن نوفر حتى رواتب الموظفين. وبالتالي نحن يعني بشكل عام وضع الاقتصاد العراقي هو وضع جدا تعبان، ولا يستطيع أحد أن يفعل له شيء، والحكومة برمتها عبر هذه السنوات لم تستطع أن تفعل شيئا. الآن تريد أن تفعل شيئا الحكومة؟ أكيد هو هذا السؤال، أنه جوابه جدا واضح أنها سوف لن تستطيع أن تقوم بأي شيء. طيب دكتورة، تعتقدين أن مسألة، يعني حسب معرفتي المتواضعة في مسألة الاقتصاد، تعتقدين أن الحكومة ستتجه إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي؟ وأنت تعرفين وسيدة العارفين هذا يترتب عليه ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار أخرى، تعتقدين ذلك أن الحكومة ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي؟ يعني حتى في حال أنه لجأت إلى صندوق النقد الدولي، هو في حقيقة الأمر هي من تلجأ إلى صندوق النقد الدولي هي يجب أن تكون يعني لديها متوفر بعض البنود في الاقتصاد حتى تستطيع أن تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، لأن باعتبار أنه لا يقرض دولة بدون وجود شروط حد أدنى بأن يجب أن تلتزم بها الدولة، يجب أن يكون هنالك وضع اقتصادي ومالي يعني يكون جيد، لا أقول جيد جدا، يكون جيد أو حتى متوسط، يلا يعطينا صندوق النقد الدولي قروض مقابل ذلك، حتى ولو يعني سلمنا أن صندوق النقد الدولي سيعطينا هذه القروض، ولكن هذه القروض كم يمكن أن يعطينا؟ 15 مليار هو أيضا، إحنا لدينا مع صندوق النقد الدولي اتفاقية سابقة، هذه 15 مليار حتى لو أعطانا إياها هل هي ستجدي نفعا؟ يعني نحن أمام رقم هو 50 مليار رواتب، 50 مليار دولار. طيب دكتورة، نعم. الوقت أدركنا ولكن بعجالة، نعم. يعني هناك من يتساءل في الشارع العراقي، نعم. هل مسألة انخفاض أسعار النفط مرتبط بفيروس كورونا، هل أم هي مصادفة لا أكثر؟ لا، هي هنا أنا أيضا أرجع وأقول اختلطت الأوراق بين فيروس كورونا، بين سقوف الإنتاج، هناك عدم اتفاق بين السعودية وروسيا، روسيا الآن تفكر بأنها ستصاب موازنتها بعجز، ففكرت بأنه يجب أن تقلل من المعروض، السعودية سائرة قدما في زيادة المعروض النفطي، وبالتالي ما الذي يستفاد من ما بين هذين الدولتين اللتين هي التي تحدد السقف الإنتاجي باعتبار أوبك زائد وهي روسيا، نعم. عدم اتفاقهم رح يجعل من الولايات المتحدة مستفادة من هذا الوضع، وبالتالي تعمل على، وأشارت هي في تقاريرها، أشارت أنه الجماعات الضغط النفطية تقول للحكومة الأمريكية بأنه اعملي على زيادة الخزين النفطي الذي قامت هو منذ سنوات، منذ السبعينات، نعم، وبالتالي 77 مليون برميل بسعر جدا منخفض، 20 دولار أقل أكثر، أحسن من السعر الذي هي بنته تحت تقريبا حوالي 30 دولار كمعدل. من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هدى فالح الكبيسي، شكرا جزيلا لكم.